وصلنا إلى فقرتنا الطبية لهذا اليوم. رح نتكلم عن الأسبوع الأول من أغسطس اللي يعتبر هو الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وتسليط الضوء على العملية الأساسية في بناء جسم سليم للطفل وحتى للأم. أكيد، كما أنه معروف أن النساء المرضعات أكثر ميلاً للتعافي من الولادة بشكل أسرع، وأيضاً تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بسرطاني المبيض والثدي. أضف إلى ذلك أن الرضاعة الليلية تساعد على الاسترخاء وتقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي. هذه بعض الأرقام من منظمة الصحة العالمية حول تأثير نقص التغذية على الطفل، حيث يقف نقص التغذية وراء 45% من وفيات الأطفال، كما يعاني 52 مليون طفل دون سن الخامسة من الهزال و155 مليون طفل من التقزم. وهناك نحو 40% من الرضع من الفئة العمرية اليوم إلى 6 أشهر لا يتغذون إلا عن طريق الرضاعة الطبيعية، ولا يتلقى إلا القليل من الأطفال الأغذية التكميلية المأمونة والمناسبة من الناحية التغذوية. للمزيد معنا الآن أخصائية التغذية منال أحمد. صباح الخير عليك في البداية منال. يعني كثيرا ما نسمع عن أهمية الرضاعة الطبيعية وعن دورها لصحة الطفل، ولكن هذا ربما يعتبر عنوان عريض. من المهم أن نعرف التفاصيل من خبير. لماذا تتميز الرضاعة الطبيعية عن الرضاعة الصناعية؟ يسعد صباحك. هلأ إذا ما نبلش نعدد الفوائد ما بنخلص. الرضاعة الطبيعية مثل ما ذكرت مفيدة للأم وللطفل. إذا بدي أذكر هيك بعض الأشياء للأم، مثلا أول شيء بتساعد أنه يرجع الرحم لحجمه الطبيعي، بتساعد أنه ما يصير عندها نزيف، بتخفف الاكتئاب اللي بنسمع عنه بيصير عادة بعد الولادة، لأنه خلال فترة الرضاعة بينفرز هرمون الأوكسيتوسين، وهذا الشيء بيساعد أنه تريلاكس، يعني بترتاح الأم هي عم ترضع. بيعزز علاقة قوية بين الطفل والأم، وهذا مش موجود بالحليب الصناعي. زائد أنه الأطفال اللي بيرضعوا عندهم نسبة ذكاء حسب الدراسات أكثر من الأطفال اللي بياخدوا حليب صناعي. بالإضافة للسمنة كمان، الأطفال أكيد اللي بياخدوا حليب طبيعي بتخفف عندهم احتمالية الإصابة بالسمنة، لأنه الحليب الأم مصنوع بطريقة ومعمول بطريقة بيناسب كل مرحلة، يعني حسب الأشهر حاجات الطفل وتختلف التركيبة والنوعية كمان. بينما الحليب الصناعي البروتينات اللي فيه والدهون ممكن تؤدي للسمنة وبتخلي الطفل يفقد كمية أكبر كمان. أكيد بالإضافة بتمنع الالتهابات وبتعطيه مناعة مش موجودة أبداً، أنتيباديز مش موجودة بالحليب الصناعي، فعنده أكيد فوائد لا تعد ولا تحصى يعني. طيب، هذه يعني مجرد بداية للحوار، ولكن سنكمل كلامنا ربما بعد أن نتعرف على بعض المشروبات التي تتناولها الأمهات المرضعات والتي قد تؤثر على الرضاعة في النهاية. معك يا رؤى. نعم باسل، إذن خلينا نتعرف الآن على أفضل المشروبات للأمهات والمرضعات وفقا لما ذكره موقع Only My Health. نبدأ بشرب المياه، فالعديد من النساء يعانين من غثيان الصباح والانتفاخ في الجسم، وأيضا يعانون من الإمساك وانتفاخ البطن، والتي يمكن علاجها عن طريق شرب المياه الذي يساهم في إفراز الحليب. كما تعتبر بذور الشمر من المواد التي تزيد من إنتاج الحليب، والتي لها خصائص شبيهة بالاستروجين عفوا، والتي تسهم في زيادة كميات الحليب. أيضا شربة الخضار هي خيار جيد للأمهات المرضعات، ويجب إضافة مكونات مثل الجزر لاحتوائها على مادة بيتا كاروتين الصحية للأم والطفل. ويمكن أيضا استخدام الشمر وبذور الحلبة والخضروات الورقية الخضراء. كذلك
تشير هذه الدراسة بفوائد ماء جوز الهند الطازج للأم الحامل أو حتى المرضعة، وينصح بتناول كوب واحد تقريبا من ماء جوز الهند الطازج يوميا، وباعتباره مخفض للسعرات الحرارية أو منخفض السعرات الحرارية عفوا ومنخفض السكر. وأخيرا يعتبر عصير الشوفان والمكسرات أيضا وجبة متوازنة ممتازة للأم، ويمكن أيضا إضافة المكسرات الغنية بالكالسيوم أو حتى الكاجو وكذلك أو غنية بالكالسيوم مثل الكاجو وكذلك إضافة التمر والزبيب. وتحتوي المكسرات على كمية جيدة من البروتين الضروري للأمهات والمرضعات. طيب نعود إليك مرة أخرى منال، يعني كما رأينا الآن هناك عدة مشروبات لها أهمية كبيرة للأم المرضعة. في البداية أريد أن أعرف إن كنت تتفقين بالفعل مع كل ما قيل، وإن تحدثنا بالتحديد عن الماء، يعني الماء لا غنى عنه، ولكن ما هي الكمية المناسبة لشربها يوميا بالنسبة للسيدة المرضعة؟ صحيح، الماء من أهم المشروبات اللي ذكرتوها. 80% من حليب الأم هو عبارة عن ماء مش أكتر. إذا هي معودة تشرب 8 أكواب باليوم لازم تقريبا دوبلهم، يعني إذا تنسهلها ممكن تشرب كوب قبل الرضاعة قبل ما ترضع طفلة وكوب بعد الرضاعة، هيك بنوصل ل 13 ل 16 كوب باليوم، لأنه الماء يعني مفيد جدا. أول شيء بتخليها أكيد تصير الحليب الكونسيستنسي تبعوله أفضل، لأنه الحليب هو مكون أكثر من الماء. زائد أكيد بيمنع الإمساك عند المرأة اللي هي نتيجة تغيير الهرمونات بتعاني منها بطريقة كتير كبيرة، بيمنع الجفاف لإلها ولطفلة، وهذا الشيء بنشوفه بالبول عند الطفل إذا كان كتير غامق أو هي حتى الأم الإمساك عندها وعلامة الجفاف. فالماء من أهم السوائل، ممكن توصل ل 3 لتر باليوم من الماء، ومن سوائل تانية مثل ما ذكرتوا الشوربة والعصير. أكيد نبعد عن العصير قد ما بنقدر لأنه كتير في سكر، وننتبه من الكافيين أكيد لأنه ممكن كمان يمرق بحليب الأم ويعملوا توتر ودقات قلب سريعة كمان للطفل. طيب إيش بخصوص موية جوز الهند؟ يعني الدراسة تقول إنه شرب كوب يوميا منه راح يكون لي فوائد كثير، خلينا نتكلم عن فوائد موية جوز الهند. هلا مي جوز الهند اذا الفريش عم نحكي الطبيعي مفيد، ما في مشكله، مثل ما ذكرتي قليل السكر قليل الوحدات الحراريه، وفيه مينرالز، فيه بوتاسيوم فيه مغنيسيوم كالسيوم، ما في مشكله فيه، ولكن كميه البوتاسيوم عاليه كمان ما بدنا نزود، كوب او كوبين ماكسيموم باليوم. اذا بدها تاخذ الباكت بدها تطلع على شو موجود فيه، يعني يكون 100% بيور كوكونات ووتر، ما يكون فيه يعني اضافات او سكريات زياده أو غيره، ما في مشكلة. هلا الدراسات بعدها ما كتير أكدت فعليا أنه ممكن يزيد من إضرار الحليب، ولكن مفيد ما بيضر، ما في مشكلة في كوب أو كوبين باليوم. طيب كذلك ينصح بتناول المكسرات للأمهات، ولكن نسمع أيضا أنه لا يجب الإكثار منها، ما الحدود المعقولة لتناول المكسرات يوميا؟ مكسرات مفيدة، فيها بروتينات، فيها أحماض أوميغا 3، دهون جيدة يعني، ولكن غنية بالوحدات الحرارية. ممكن كسناك هيك قدر كف اليد، ما في مشكلة. ولكن بس بدي ضوي على شغلة بالنسبة للمكسرات الأطفال، أو إذا في تاريخ عائلي لا سيفير ألرجي حساسية عالية لبعض المأكولات الكومون فود، يعني مثل الحليب أو المكسرات أو غيرها، بدها تنتبه الأم، لأنه ممكن لما تتناول مكسرات يبين أي عوارض على الطفل، بس ننتبه من هالموضوع. otherwise إذا ما في مشاكل أو تاريخ عائلي ما مش لازم تبتعد عنهم، لأنه إذا ما أخذتهم يمكن جهازه المناعي ما يتعرف عليهم، هذا الشيء يأثر لحساسية بالمستقبل. طيب منال، متى يعني ينصح بالتحول إلى الحليب الصناعي؟ بحالات كتير كتير قليلة ما بننصح أبدا. الحليب exclusive breast milk أول 6 شهور حسب المنظمة الأمريكية وحسب الـ WHO وكل المنظمات بتأكد هيدا الشيء، لحد سنة أو سنتين إذا قادرة الأم. بحالات كتير قليلة هي إذا الطفل عنده بعض أمراض الاستقلابية بيكون بحاجة لفورمولا معينة، أو إذا عنده severe lactose intolerance حساسية الحليب سكر الحليب الموجود بحليب الأم، أو إذا الأم
عم تتناول بعض الأدوية اللي هي ممكن تكون خطر على الطفل، مثل المواد الكيموثيرابي أو علاج من السرطان أو بعض الأدوية المعينة، أو إذا عندها هي أمراض معينة ما بتقدر، يعني هو الطبيب بيقرر، ولكن هيدي كتير يعني نادرة هيدا الكيسز. ننصح 6 شهور لحد السنتين إذا بتقدر. أنا أشكر مداخلتك ونصائحك لنا لهذا النهار، أخصائية التغذية منال أحمد، شكرا جزيلا لك.